ينضم الينا عبر الهاتف من موسكو اديب السيد الكاتب والباحث السياسي. صباح الخير استاذ اديب. بدايه، مظاهر الاحتفال التي تابعناها وشهدناها في روستوف، هل تعني انهاء التمرد واي تداعيات لما حدث؟ صباح الخير. نعم، الان اصبح بامكاننا القول ان التمرد المسلح قد انتهى، وانتهى بنتائج ايجابيه. يعني هذه المحاوله الخطيره من وجهه نظري انتهت بدون اراقه دماء، وهذا بحد ذاته يمثل انجازا هاما. هذا من جهه. ثانيا، أبرزت الدور الهام للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا في تقديم المساعدة لروسيا عند الضرورة في احتواء الأزمات والنزاعات التي قد تظهر. ثالثا، يعني أظهرت هذه التطورات اهتمام الغرب بخلق مزيد من المتاعب لروسيا ومحاولة استغلال الظروف الداخلية في روسيا من أجل الحاق مزيد من الضرر المعنوي بالدرجة الأولى، حيث أن هذه المحاولة بلا شك يعني أساءت لمكانة روسيا ويعني مواقعها في المنظومة الدولية. بالتأكيد سيكون هناك من عواقب لهذا العمل، وأنا باعتقادي أن القيادة الروسية ستعيد النظر في الكثير من المجالات بما في ذلك المجالات العسكرية. ربما تكون هناك تغييرات في الهيكلية القيادية لوزارة الدفاع، ربما يكون هناك تغييرات جذرية في البنية العسكرية، وبالتالي هذه الأحداث أيضا أبرزت مجددا الدور الهام الذي يلعبه الزعيم الشيشاني رمضان قادیروف، والقيمة الكبيرة للولاء الشخصي لرمضان قادیروف للرئيس فلاديمير بوتين ولروسيا، والتزامه بالوقوف مع القيادة الروسية في جميع الحالات. حتى هذه اللحظة يمكن أن نتحدث عن هذه الاستنتاجات. الوضع وخطط موسكو العسكرية في أوكرانيا، كيف ستتأثر برأيك مع هذا التمرد ومغادرة وانتهائه ومغادرة قوات فاغنر والعودة إلى قواعدها؟ هل ستشارك في العملية؟ كيف ستتغير مسارات العملية العسكرية في أوكرانيا؟ دعنا نبدأ من نقطة هامة، وهي أن ما قام به رئيس مجموعة فاغنر بريغوجين أدى إلى انتهاء الدور العسكري والسياسي لهذه المجموعة سواء داخل روسيا أو خارجها. لا أعتقد أن السلطات الروسية ستكون في حالة تعامل إيجابي مع هذه المجموعة منذ الآن فصاعدا، وسيتم يعني إنهائها بوسائل سلمية عبر احتواء البعض وعبر ربما إبعاد البعض الآخر كما جرى مع بريغوجين الذي سينتقل إلى بيلاروسيا. فبالتالي لن تكون هناك أي مشاركة لهذه المجموعة لاحقا في العمليات العسكرية في أوكرانيا. أما فيما يتعلق بمسيرة العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، فلن يطرأ عليها أي تغيير. ويتوجب المظاهرة بأن حتى في ظل الأزمة أمس وفي ظل الاحتدام الذي عانت منه العاصمة موسكو ومدن الجنوب، فإن القوات الروسية شنت هجمات شرسة ضد القوات الأوكرانية وطالت عمليات القصف العديد من المدن الأوكرانية، وتم يعني إعلان حالات في 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 كييف اللي هي العاصمة الأوكرانية. فالعمليات القتالية سوف تستمر، لن يطرأ عليها أي تغيير،
وأنا أتصور بأن القوات الروسية ستنتقل إلى إجراءات أكثر تشددا في التعامل مع الحالة الأوكرانية، ربما تزيد القوات الروسية من حجم هجماتها في محاولة لإنهاء هذا النزاع وحسمه بالقوة العسكرية دون اللجوء يعني إلى مفاهيم الحرب الراهنة منذ الآن فصاعدا، لأن هناك شبهات في أن تكون أيدي خفية وراء التحرك الذي قام به بريغوجين، والذي كما قلت أساء إلى مكانة الدولة الروسية، أساء بقوة وهذا مكانتها. نعم. وفق مراقبين سيد أديب يثير مخاوف حول الوضع الأمني والهشاشة الأمنية التي تعيشها روسيا. يعني دعنا نعود حقيقي، يعني دعنا نعود إلى مسألة أن روسيا تجابه حربا هجينة. هذه الحرب تشمل كافة مجالات الحياة الاقتصادية والإعلامية والعسكرية والتسلحية والطاقة وغير ذلك، فلم يكن من المستبعد أن تكون هناك محاولات لإضعاف الجبهة الداخلية في روسيا وإثارة استياء المواطنين الروس. هذه المحاولات، وأستطيع أن أؤكد لك، هذه المحاولات لن تتوقف، ولكنها ستتخذ أشكال مختلفة. فبالتالي الغرب وضع نصب عينيه ضعاف روسيا وعدم السماح لها بالخروج منتصرة من المواجهة في أوكرانيا. روسيا هي الأخرى تسعى جاهدة لتحقيق هذا النصر من أجل ترجمة أهدافها المتمثلة في تحقيق تغيير نوعي في المفاهيم اللوجستية والجيوسياسية في القارة الأوروبية بكاملها، بما في ذلك إضعاف الناتو وإبعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن القارة الأوروبية، أو على الأقل إضعاف نفوذها هناك. فكما تلاحظ هذه أهداف متضاربة للغاية، لذا أعتقد أن كلا الجانبين سيلجأ إلى كل ما يملك من وسائل لتحقيق أهدافه، والغرب لن يتهاون في قضية العمل على إضعاف روسيا. إنهاء التمرد سيد أديب بعد جهود وساطة لوكاشينكو بين بريغوجين والكرملين، رافقوا حديث عن ضمانات أمنية لقائد المجموعة وعناصر فاغنر. طبيعة هذه الضمانات مع الوضع في الاعتبار أنه بالأمس بوتين أقر قانون يسمح بتجنيد السجناء والمحكومين في وزارة الدفاع والتعاقد معهم. بالتأكيد هذه أحد وسائل احتواء العناصر التي لم تشارك في التمرد المسلح، والتي برهنت على وجود ولاء لها للدولة الروسية، فبالتالي يجب مكافأة هؤلاء الأشخاص باحتوائهم في القوات النظامية الروسية. أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين مارسوا أو الذين شاركوا في التمرد المسلح، فباعتقادي لن يكون لهم مكان في صفوف القوات الروسية، وربما سيتم التعامل معهم بوسائل مختلفة، علما بأنهم حصلوا على ضمانات بعدم الملاحقة القانونية لما قاموا به من أفعال. ولكن يجب أن نلاحظ أن هذا التمرد المسلح بالحقيقة انتهى دون وقوع ضحايا أو وقوع دمار، وهو الأمر الذي كانت حريصة على تحقيقه القيادة الروسية، لأنه كان من الممكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية لو أصر بريغوجين على المضي قدما في مخططه. فكان سيتوجب على القيادة الروسية اللجوء للحسم والحسم العسكري العنيف، وهذا كان من شأنه أن يؤدي إلى سقوط ضحايا ودمار كبير. شكرا جزيلا من موسكو أديب السيد الكاتب والباحث السياسي.